ما عليك بتتابع سوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي، هل بتعتب على بعض الأشخاص في المواقع إذا ما كان مثلا كلامهم يعني عن ما يدور داخل أروقة الأندية أو أروقة النادي عفوا؟ يعني في دائما إحنا بنحب الخصوصية، صحيح؟ العمل بحب الخصوصية، صحيح. الإدارة بتحب الخصوصية، صحيح. بكثير من الأمور، صحيح. لكن في شغلات بتنتشر فيش داعي تنتشر، صحيح صحيح. شو رأيك بهذا الموضوع؟ ستي أنا شاكر إليك اللي طرقت هذا الموضوع. أنا بوجه التليفون ستي، شايفيته؟ في عندي في بعض المواقع عندي 2240 2930، هذا لسه ما شفتهوش ولا راح أشوف، لأنه بصراحة اللي ما بيكونش موضوعي في طرحه، بيكونش موضوعي في 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 في, في تفسيره وتحليله للأمور، ما عندي استعداد أسمع كلام حتى يسم بدني ويسيء في إساءة شخصية إلي. أنا مش مستعد أسمع له ولا أشوفه ولا أطلع عليه. لكن في بعض المجموعات اللي بتكون موضوعية وبتطرح حلول وبتطرح أفكار وبتنتقد انتقاد موضوعي، بالعكس أنا هذا الحكي أنا بشجعه وبتابعه أيضا. لكن اللي حامل السلم بالعرض وإيش ما سويت مش رح يعجبك، يعني اتركه بحاله وخليه يطخ على راحته. وبما أنك بدك الراحة للنادي، إذن ابعد عن الأمور الخاصة أو شخصنة الأمور، ابعد عن الشغلات اللي مفيش داعي إنها تنتشر للإعلام. احنا عندنا في راس حياصات هو متولي هذا الملف بالكامل، يعطي ألف عافية. بقعد للساعة 2-3 الفجر وهو قاعد بتابع شو حكى فلان وبرد على فلان. أنا والله ما أليش قلب على الشغل بصراحة، لكن مثل ما قلت لك إذا كان في كلام، في أفكار طيبة، في كذا. في بعض الأحيان بيجون الإخوان بقول لي شفت فلان شو حكى عنك، بقول يا أخي بديش أعرف، أنا لو بدي أعرف فتحت شو بدك يا أخي، ما تحكي. أحياناً ما تعرف الشغلة أحسن لك بكثير من اللي تعرفها، صح؟ أفضل. 100%. إذا كان الهدف ستي وكانت المجموعة جاية في سبيل غاية نبيلة هي خدمة النادي الفيصلي، مفروض أنت كل الطخ اللي ملهوش معنا ما أثرش عليه. 100%. إن شاء الله القادم هي مباراة كأس السوبر، ومن بعدها أكيد التحضيرات للدوري اللي هو بجوز أيضا الملعب البيتي حيكون موجود. احنا بنحكي عن الكأس اوكي بالاستاد، ولكن الملعب البيتي خلص موجود وهو استاد عمان. التفاصيل كاملة ان شاء الله حتمشي على عسجيتها مثل ما هي، صحيح. والتحضيرات ايضا، صحيح. لشهر 9 ان شاء الله للآسيوية. بس اليوم احنا بنحكي عن عدد كبير من المباريات اللي خطوها بملعب الأمير محمد. كيف شفتوا الشباب؟ بعيد الشر ما بدنا يكون في إصابات طبعا، كيف بتحكوا عن أرضية الملعب؟ ستي يعني بأمانة كنا بنفضل أنه ما نلعب على استاد الأمير محمد، وكنت أنا شخصيا كرأي أنا يعني بعتقد أنه حان الأوان الآن لخلع أرضية الملعب هذه وحط ووضع الأرضية كما طبيعية. كانت سابقا نجيل طبيعي. المشكلة ستي في الملعب هو الحقيقة الإصابات. يعني إحنا مبارح كنا حريصين أنه ما يكونش في إشي ما فيش إله داعي، لأنه إصابة بتخرب الدنيا. في عنا لاعبين وخاصة بتتذكروا بجوز السنة الماضية لما كنا بدنا نشارك بفلسطين، 5 من اللاعبين الفيصلي في مباراة واحدة أصيبوا على ملعب الأمير محمد. لذلك بنأمل مستقبلا إن شاء الله إذا توفرت الإمكانات عند وزارة الشباب وعند الدولة الأردنية أنه يتم إنشاء هذا الملعب بالنجيل الطبيعي، وأن تقام ملاعب أخرى للتدريب إذا كان ولا بد على النجيل الصناعي.